تعليق فوري من نانسي عجرم على كلمات أحلام المفاجئة عنها، شاهد التفاصيل. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. علقت نانسي عجرم بشكل فوري على ما قالته عنها النجمة الإماراتية أحلام على نحو مفاجئ وغير متوقع، وذلك من خلال أحدث حلقات برنامج The Voice. فقد تحدثت أحلام الشمس عن نانسي عجرم بعفوية وتلقائية خلال الحلقة الثانية من العروض النهائية للموسم الخامس من برنامج The Voice، وذلك خلال تحدثها مع إحدى المشاركات التي اختارت أداء إحدى أغنيات نانسي عجرم، حيث قالت: نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها، مما دفع محبي النجمة اللبنانية لمشاركة المقطع على نطاق واسع. وفور أن شاهدت نانسي عجرم ما قالته عنها النجمة الإماراتية التي شاركتها من قبل تحكيم برنامج أرب أيدول، سارعت الفنانة اللبنانية للرد عليها من خلال نشر المقطع عبر حسابها على تويتر، متضمنا تغريدة كتبت من خلالها: حبيبتي أحلام، شكرا على كلامك الحلو اللي مثل صوتك وإحساسك. لترد عليها أحلام بتغريدة كتبت فيها: اعتذرت أشوف التغريدة وأنا ما قلت إلا الحق، أنت جوكر في غناك وإحساسك، ما حدا يقدر يقرب منطقتك حقيقة غير إني أنا بحبك وكثير. الجدير بالذكر أن الحلقة الثانية من العرض المباشر قد أسفرت عن تأهل 8 مشاركين للمراحل التالية من البرنامج، لتشتعل المنافسة بين المدربين الأربعة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي، وسط ترقب شديد من الجمهور لاكتشاف من سيحقق اللقب هذه المرة. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.